تولد سياسة القرب التي يوليها جلالة الملك حفظه الله كل عنايته ورعايته في سلسلة المشاريع المبرمجة خلال هذا الشهر الكريم على مستوى عمالة سلا. أظهرت فلسفة التضامن التي تعتمدها مؤسسة محمد الخامس للتضامن نجاعتها في تحقيق المهمات الموكولة إليها، وأصبحت ثقافة المؤسسة بأبعادها الاجتماعية وتجلياتها الإحسانية مجسدة لتصورات وأهداف تقوم على الاندماج الفعلي والحقيقي والفاعل والمؤثر والمتدرج والمتكامل والمتناسق. يدشن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بالحاضرة السلاوية مركزا للرعاية النفسية للمسنين والبالغين بمستشفى الرازي، وهي مكرومة من مكرومات أمير المؤمنين في هذا الشهر الفضيل، تتوجه بشكل أساسي نحو فئة من الأشخاص يحرص جلالة الملك على إحاطتها بكل العناية والرعاية والدعم والإسناد، وتساهم المؤسسة من خلالهم في اختزال العديد من مظاهر العجز الاجتماعي. اعتبر إحداث هذا المركز خطوة جديدة في مسار توفير الحماية الصحية والسهر على راحة الأشخاص المسنين الذين توليهم المؤسسة أهمية بالغة ضمن برامج عملها، وتسعى إلى تحسين ظروف عيش المعوزين وكذا مواكبتهم من خلال تدابير تشاركية ومندمجة ومستديمة وذات أثر كبير ووقع قوي على التنمية البشرية. كما يشكل هذا المركز لبنة أخرى في إطار برنامج عمل مؤسسة محمد الخامس للتضامن الهادف إلى دعم قطاع الصحة الوطني وتحسين جودة البنيات العمومية الطبية ومعداتها لولوج أفضل للخدمات الطبية من طرف الساكنة المعوزة. ينسجم هذا المشروع ذو البعد الاجتماعي القوي والذي تطلب استثمارات بقيمة 5,500,000 درهم كامل الانسجام مع الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للصحة في فاتح يوليوز 2013 بمراكش، والتي أكد جلالة الملك فيها على قناعته حفظه الله بأن حق الولوج للخدمات الصحية الذي كرسه الدستور الجديد يعد دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة وتحقيق ما تتوخاه بلادنا من تنمية بشرية شاملة ومستدامة. والمركز الجديد الذي يدشنه جلالة الملك اليوم بسلا يندرج إحداثه في إطار برنامج العمل الذي تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل دعم القطاع الصحي، لا سيما عبر مشاريع ذات مقاربات اجتماعية تكميلية. يدخل هذا المشروع الجديد المنجز في سياق مشاريع التضامن المندمجة التي تنفتح على برامج مواجهة كل ضعف أو هشاشة، كما يروم تنويع باقة عروض العلاجات النفسية عبر اعتماد مقاربات بديلة لاستشفاء المسنين على وجه الخصوص. وهكذا فمركز الرعاية النفسية للمسنين والبالغين يقدم من خلال فضاء آخر غير فضاء مؤسسة العلاج النفسي برنامجا نهاريا للعلاجات والتتبع والتواصل خاص ومتلائم مع الأشخاص المسنين الذين يعانون من اضطرابات نفسية ويحتاجون إلى خدمات المواكبة والتحسيس والتوجيه والمراقبة. كما ستمكن هذه المنشأة من التوفر على أرضية للتكوين الأكاديمي والتطبيقي في مجال طب الشيخوخة النفسي وكذا البرامج البديلة للاستشفاء. رعاية شاملة مواكبة وتتبع لهذه الفئة من المجتمع بهذه المنشأة الجديدة التي تتيح تقديم علاجات نفسية مكثفة تقوم على تدخلات فردية وجماعية بالموازاة مع ربط الصلة بأسر المرضى وشبكة علاجاتهم، وكذا التأمين المتابعة الفردية والعمل الجماعي الذي يشمل الأبعاد المتعلقة بالعلاج النفسي والفني والاجتماعي والجسماني، إلى جانب دور المركز في التعرف على نوع المرض وطبيعة علاجه وتحفيز الاندماج في النسيج المجتمعي. وبالمناسبة سلم جلالة الملك حافلة للجمعية المسيرة للمركز كهبة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن بقيمة 5,000 درهم. لقد أعطى العمل الإحساني نتائجه بحمد الله وإشراف جلالة الملك في سلسلة المشاريع الاجتماعية التي تعيد الروح وتنعش القيم النبيلة الراسخة في وجدان الشعب المغربي،
المتشبع بمثل التضامن والتكامل ومبرات الخير والإحسان التي تمتد إلى كل الميادين والتي ترتبط بالمواطن وتوفر الحياة الكريمة له وتجعل اندماجه في صلب التنمية الوطنية الشاملة.